هي قصيدة من أجل هذا الإمام الذي صار بصف الأئمة والذي لو أقلنا في وصفه لن في حقه. هل أنت عيسى؟ هل أنت عيسى؟ قل لنا كي نعلمك، أم أنت شبل محمد فنعظمك؟ هل أنت عيسى؟ قل لنا كي نعلمك، أم أنت شبل محمد فنعظمك؟ أم دونت أخلاقهم في مصحف بالحب والإيمان رتله فمك؟ وأتيت إعجازا كعيسى عندما هزت بجذع النخل فخرا مريمك، ورضعت حب الله مثل نبينا، وسرى حليب حليمة فرقى دمك. إن كنت عيسى دع إمام زماننا لصلاته يسري لكي يتقدمك. فاظهر ليظهر، فالحياة ظلومة حتى تروي في الخلائق بلسمك. كل المواسم في انتصارك قد زهد، فمتى يعاد إلى المدائن موسمك؟ يا طالبا درس الإباء مجاهدا، والمرتضى هو من أتاك يعلمك، والمجتبى أعطاك شأنا عاليا، وحسين في نظم الكرامة ملهمك. يا عصمة الكرار في خطواته، جئنا بشوق للطريق نكلمك. يا لغز عصر النصر بلغة الهوى، وقواعد الثوار من ستترجمك. يا مفردات العشق في نفحاتها، لم يفتهم معناك إلا معجمك. من أنت كي تفني الطغاة بكلمة، والحر في ثوراته يتعلمك؟ نعم الإمام لنا وكنت كمثلهم، لا ترضى غير الله إنسا يحكمك. فجرت فينا ثورة لم تنتهي، ورحلت عنا والشعوب تتمتمك. أظهرت جنتك العظيمة بالهدى، وبدا إلى الشاه التهاب جهنمك. وعلوت فخرا في القلوب تواضعا، وكبرت عزما والدنيء يقزمك. ونسفت حكام الضلالة شامخا، وبقول أمريكا بهقد تكتمك. وبقيت في عرش النقاوة عامدا، كسر الذي بالبغض جاء يجرمك. عجبا تسير ولم نرى بك زلة، فالله من كل المناكر يعصمك. اظهر لنا يوما لتمسح جرحنا، ولغائب الأزمان سوف نسلمك. قل للكرامة يا خميني اظهري، أنت الكرامة والكرامة توأمك.